بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدين النصيحة. الدرس السادس. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ما زال الحديث متواصلا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. توقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه، أي تكون النصيحة لكتاب الله عز وجل، والمراد بكتاب الله القرآن، القرآن الكريم الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو آخر الكتب. ولفظ الكتاب يطلق على جميع الكتب المنزلة من عند الله عز وجل، في التوراة والإنجيل والزبور، صحف إبراهيم وموسى وغيرها من الكتب المنزلة من عند الله. ولكن المراد بكتاب الله هنا القرآن، القرآن العظيم. والنصيحة لكتاب الله تتضمن أمورا كثيرة. أولا الإيمان بأنه كلام الله سبحانه وتعالى، الإيمان بأنه كلام الله عز وجل منزل من عند الله، تكلم الله به حقيقة وسمعه جبريل بأمر الله سبحانه وتعالى ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته. كما في قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين، إنه أي القرآن لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. تنزيل رب العالمين منزل من عند الله لا من غيره، نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه الصلاة والسلام على قلبك، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، وتناقلته الأمة جيلا بعد جيل نقل التواتر القطعي اليقيني الذي لا شك فيه. وقد تكفل الله جل وعلا بحفظه فلا يبدل ولا يغير، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو محفوظ بحفظ الله عز وجل كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لم يغير منه حرف واحد. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة،
لأن الكتب السابقة استحفظ الله عليها العلماء، علماء الأمم السابقة، ما استحفظوا من كتاب الله، ولكنهم حرفوها وغيروها، حرفوا التوراة، حرفوا الإنجيل وغيروا فيهما. أما هذا القرآن فلم يكل الله حفظه لأحد، وإنما تكفل سبحانه وتعالى بحفظه، وقال: وإنه لكتاب عزيز، يعني منيع، ما أحد يتجرأ عليه. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. النصيحة لهذا الكتاب: أولا، أن نعتقد أنه كلام الله لا كلام غيره، منزل من عند الله عز وجل، غير مخلوق كما تقوله الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم، فهم لا يؤمنون أنه كلام الله، أن الله تكلم به، وإنما يقولون إنه مخلوق خلقه الله، إما في اللوح المحفوظ، وإما في جبريل، وإما في محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كفر بكتاب الله، هذا كفر، كفر بكتاب الله عز وجل. ومن النصيحة لكتاب الله عز وجل تعلمه وتعليمه، أن المسلم يتعلمه، وإذا تعلمه يعلمه لغيره، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم، خير هذه الأمة، من تعلم القرآن وعلمه لغيره. فيجب على المسلمين أن يتعلموا القرآن، وأن يعنوا بتعليمه للناس، ومن النصيحة لكتاب الله عز وجل تلاوته، والإكثار من تلاوته وترديده، وفي تلاوة القرآن أجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. فإذا قرأ المسلم آية من كتاب الله، أو سورة، أو سورا، أو قرأ القرآن كله، فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وكم عدد حروف القرآن؟ حروف القرآن كثيرة، فيكون الأجر لمن يتلو القرآن يكون أجرا كثيرا بعدد الحروف، كل حرف بعشر حسنات، هذا خير كثير.
فيكثر المسلم من تلاوته. يكثر من تلاوته محتسبا الأجر من الله سبحانه وتعالى، يقرأه يتلوه في الصلاة الفريضة والنافلة، ويقرأه خارج الصلاة. ومن النصيحة لكتاب الله إتقان القراءة، أن يحرص الإنسان على أن يتقن القراءة، فيقرأ على الوجه الصحيح بلغة القرآن الكريم، فلا يلحن، لا يلحن في القرآن فينصب المرفوع ويرفع المنصوب ويغير الإعراب في كلام الله عز وجل، بل يقرأه على الوجه الصحيح، وذلك بتعلمه وتلقيه، تلقيه عن المقرئين المتقنين. فالقرآن يؤخذ بالتلقي ولا يؤخذ من المصاحف استقلالا، وإنما يقرأ من المصاحف لكن على المقرئين، لأن الكتابة في المصاحف تحتمل، الكتابة تحتمل كتبت على الرسم العثماني، تحتمل قراءات متعددة، تحتمل قراءات متعددة من القراءات السبع، فلا يمكن للإنسان أن يتقن قراءة القرآن إلا إذا تلقاه عن المقرئين الذين تلقوه عن مقرئين قبلهم، وهكذا. فلا يتعلم القرآن على المصحف، لأنه قد يقرأ على غير الوجه المطلوب، والرسم يحتمل عدة قراءات، فلا بد من أخذه عن المعلمين. خيركم من تعلم القرآن وعلم، تعلم دل على أنه يتعلم ويتلقى، لكن لا مانع أن المسلم يقرأ القرآن بحسب استطاعته، ولا يترك قراءة القرآن ولو كان لا يقيم القراءة تماما، إذا كان هذا منتهى استطاعته. قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، له أجران، أجر التلاوة وأجر المشقة. المسلم لا يترك قراءة القرآن ولو بالتهجي، ولو بالتهجي، ولكن مهما أمكنه أن يتعلم القرآن على الوجه الصحيح فإنه يجب عليه ذلك. ومن النصيحة لكتاب الله أن يقرأ على الوجه الصحيح، على الوجه الصحيح، لا يخرج القرآن
عن حدوده، لا يخرجه عن حدوده بالتلاوة بأن يبالغ في المدود ويبالغ في أحكام التجويد ويتشدق، بل يتوسط. خير الأمور الوسط، فلا يهمل التجويد ولا يبالغ فيه، وإنما يتوسط، يعرف أحكام التجويد ويدرسها ويتقنها على أيدي المقرئين، ويقرأ قراءة مجودة، يمد في موضع المد ويدغم، وفي موضع الإدغام والغنة وغير ذلك، لكن من غير إسراف في المدود وإسراف في الغنة وإسراف في تطبيق أحكام التجويد. لأن بعض الذين يقرؤون القرآن، خصوصا الذين يحترفون القراءة، تجدهم يخرجون القرآن عن حدوده إلى ما يشبه الغنى، إلى ما يشبه الأغاني، وهذا ليس من النصيحة لكتاب الله عز وجل. النصيحة أن تقرأه بصوت حسن، تحسن الصوت به، وتقرأ على الوجه الصحيح، ولا تهذه هذا وتسرع في قراءته، ولا تمططه بالمدود الزائدة حتى تخرجه عن حدوده، بل عليك بالتوسط. وكل ما حسنت الصوت بالقرآن كان أعظم للأجر. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يحسن صوته فيه، حسن صوته بالتلاوة. يحاول المسلم أنه يحسن صوته بالتلاوة. ومن النصيحة لكتاب الله أن يتلو القرآن قاصدا بذلك وجه الله عز وجل، يقصد الثواب والأجر بالتلاوة، لا يقصد الرياء والسمعة بتلاوته، وإنما التلاوة عبادة، تلاوة عبادة يحسن النية فيها لله عز وجل، لا يقرأه من أجل الرياء والسمعة، وكذلك لا يقرأه من أجل التكسب الدنيوي بقراءته، وإنما يقرأه تعبدا لله عز وجل وابتغاء الأجر والثواب من الله عز وجل. لا يتخذ قراءة القرآن حرفة يأخذ عليها أجرا في المآتم، قراءته في المآتم أو قراءته على الجنائز أو في الحفلات من أجل التكسب وأخذ الأجرة، بل يقرأه ويتلوه عبادة، عبادة لله عز وجل وطلبا للأجر من الله عز وجل. هذا من النصيحة لكتاب الله عز وجل. ومن النصيحة لكتاب الله أن يقرأه بتدبر، تدبر لمعانيه، لا يقرأه مجرد مرورا على الآيات والسور، وإنما يقرأه بتدبر لمعانيه وحضور قلب عند تلاوته، يحضر قلبه عند تلاوته ويتدبر في آياته، في آيات الوعد وآيات الوعيد،
وآيات الأحكام وآيات الأخبار والقصص، يتعظ بتلاوته ويتفقه في معانيه. هذا هو التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالتدبر مطلوب، وليس المقصود انك تختم القرآن عدة ختمات في اليوم او في الأسبوع او في الشهر، بل المقصود ماذا استفدت من القراءة، ماذا استفدت من القرآن، ماذا فهمت من القرآن. الله أنزله للتدبر والتفقه لمعانيه. كان السلف الصالح لا يتجاوزون 10 آيات من القرآن حتى يعرفوا معانيهن والعمل بهن. قال فتعلمنا القرآن، تعلمنا العلم والعمل، العلم والعمل. فهذا من النصيحة لكتاب الله، أنك تتفهم وتتدبر في معانيه بحسب ما أعطاك الله من الفهم، وتراجع كتب التفسير الموثوقة، تراجعها وتقرأها، تستعين بها على فهم كتاب الله عز وجل، ولا تعتمد على فهمك، بل لا بد أن تراجع تفسير القرآن من كتب التفسير الموثوقة، لأن القرآن لا يفسر بالرأي وإنما يفسر بالأثر. تفسير القرآن على 4 أوجه. أولا تفسير القرآن بالقرآن، القرآن يفسر بعضه بعضا، فما أجمل في موضع تجده مفصلا في موضع آخر، وما أطلق في موضع تجده مقيدا في موضع آخر. القرآن يفسر بعضه بعضا، هذا الوجه الأول، تفسير القرآن بالقرآن. الوجه الثاني تفسير القرآن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا وكل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بيان القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وذلك الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها تفسير القرآن. الوجه الثالث تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم تلاميذ الرسول عليه الصلاة والسلام،
تلقوا تفسير القرآن منه صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ التفسير من أقوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الرابع تفسير التابعين وهم تلاميذ الصحابة، تابعون هم تلاميذ الصحابة، والتابعي هو الذي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما وجد في عهد الصحابة وتعلم على الصحابة، هذا يسمى بالتابعي. فيؤخذ تفسير التابعين لأنهم تلقوا التفسير عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال مجاهد بن جبر التابعي الجليل، يقول: عرضت المصحف على ابن عباس كذا مرة، أقف عند كل آية وأسأله عن معناه. كل القرآن تلقى تفسيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فهذا نهج التابعين، أنهم أخذوا تفسير القرآن عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين علموهم وتلقوا العلم عنهم. فهذه أوجه التفسير. ولا يجوز تفسير القرآن بالرأي، قال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب. ذكره ابن كثير رحمه الله في أول تفسيره، ذكر هذا الحديث في أول تفسيره. هذه وجوه التفسير التي يؤخذ تفسير معاني القرآن منها، وهي مدونة في كتب التفسير مثل تفسير ابن جرير طبري، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، وقد ألف في تفسير القرآن بالسنة مؤلفات، منها الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور للحافظ السيوطي وغيره من الكتب. المهم أن طالب العلم يأخذ معاني التفسير من المصادر الصحيحة، لا يأخذها من رأيه أو يأخذها من كتب أهل الضلال، بل يأخذها من المصادر الصحيحة للتفسير حتى يضمن السلامة في تفسير القرآن الكريم ويسلم من التأويل الباطل الذي تشتمل عليه بعض الكتب التي لا تمشي أو لا تتمشى على منهج السلف، لا سيما في أمور العقيدة، لا سيما في أمور العقيدة وأمور الأسماء والصفات. فإن أهل المذاهب المنحرفة يفسرون كلام الله بحسب مذاهبهم ويؤولون القرآن بحسب مذاهبهم، ولا يرجعون إلى الأصول والمصادر الصحيحة للتفسير. فمن النصيحة لكتاب الله أن يتلقى تفسيره من المصادر
الصحيحة الموثوق. ومن النصيحة لكتاب الله العمل بما في القرآن، فتعلم القرآن وتلاوته وتدبره، كل هذه وسائل، وسائل لأي شيء؟ للعمل، لأن المطلوب هو العمل. وإنما التعلم، تعلم القرآن وتلاوته وتدبره، هذه كلها وسائل للعمل، للعمل بالقرآن. فلا يكفي أنك تقرأ القرآن وتتقن التلاوة وتعرف التفسير، ما يكفي هذا، لابد من العمل، لابد من العمل بكتاب الله عز وجل على الوجه الصحيح. ولن تستطيع العمل بكتاب الله على الوجه الصحيح إلا إذا تعلمته وتلوته وتدبرته وفهمت مراد الله منه التفسير الصحيح. فالغاية والمطلوب هو العمل بكتاب الله عز وجل، بتحليل ما أحله، تحريم ما حرمه، جابه منه إلى المحكم. قال تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقد ذكر العلماء أن المحكم هو الواضح، وأما المتشابه قالوا المحكم هو الواضح البين، وأما المتشابه فهو الذي يحتاج في بيانه إلى غيره. المتشابه يحتاج في بيانه إلى الآيات الأخرى التي تبين، مثل العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ. هذا رد المتشابه إلى المحكم. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأهل الزيغ يأخذون آيات المتشابهة التي ليست واضحة في نفسها، وإنما تحتاج إلى ردها إلى الآيات الأخرى التي تفسرها. هم يأخذونها ولا يردونها إلى المحكم، يأخذونها على تشابهها، فيفتتنون ويفتنون الناس. أما الراسخون في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه، فيردون المتشابه إلى المحكم فيفسره ويوضحه، لأنه كما سبق أن القرآن يفسر بعضه بعضا. فلا يأخذون المتشابه ولكن يردونه إلى المحكم فيفسرونه، يفسرون كلام الله بكلام الله أو بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتضح معناه على الوجه الصحيح. المتشابه لا يؤخذ وحده ولا يستدل به وحده، وإنما يفسر بالمحكم من الآيات. هذه طريقة الراسخين في العلم. وأما أهل الزيغ فإنهم يأخذون المتشابه، يتبعون ما تشابه منه ويحرصون على المتشابه، لأنهم يريدون التضليل والتلبيس على الناس، فيحرصون على المتشابه ويتركون المحكم.
وهذه طريقة حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يتبع المتشابه فاحذروهم، إذا رأيتم من يتبع المتشابه فهم الذين سمى الله فاحذروهم، سمى الله في قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ، حذرنا الله منهم لئلا يضلونا. ويقولون إنهم يستدلون بكلام الله، وهذا باطل، لم يستدلوا بكلام الله، لأن كلام الله يفسر بعضه بعضا، وإنما يستدل بكلام الله من يرد المتشابه إلى المحكم، هذا هو الذي يستدل بكلام الله. أما الذي يأخذ المتشابه هذا لا يستدل بكلام الله، وهذا مآله أو مقصده الزيغ والانحراف عن المنهج الصحيح. وهؤلاء موجودون في كل زمان ومكان، أهل شر وأهل فتنة وأهل زيغ وضلال، يريدون أن يغرروا بالناس ويقولون: هذا القرآن، نحن نستدل بالقرآن، يأخذ آية متشابهة ويستدل بها على مذهبه أو على مقصوده ويقول: أنا أستدل بالقرآن. فنقول له: لم تستدل بالقرآن، وإنما استدللت بالمتشابه. الاستدلال التام بالقرآن هو رد بعضه إلى بعض. فهذه الوجوه التي ذكرتها من النصيحة لكتاب الله عز وجل، من النصيحة لكتاب الله. وهناك أشياء كثيرة حول كتاب الله عز وجل لا يتسع المقام لذكرها، ومن أرادها فليراجع كتب التفسير وكتب أهل العلم، لأجل أن يستفيد من كتاب الله عز وجل على الوجه الصحيح. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والفقه في دينه، نسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابا. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله على ما قدم. يقول السائل: هل يجوز أخذ المال أو أي شيء آخر مقابل تعليم كتاب الله في المساجد؟ نعم، لا بأس أخذ المال على تعليم القرآن، لأن المدرس يحتاج إلى نفقة، ويحتاج إلى ما يعينه على تفرغ لتدريس القرآن. فإن كان يعطى من بيت المال ما يكفيه فالحمد لله، وإن كان ليس له شيء من بيت المال فلا مانع أنه يأخذ من الطلاب أو أولياء الطلاب ما يعينه على التفرغ، لأنه ترك طلب الرزق وجلس يدرس القرآن، من أين يتعيش؟ فيجوز أنه يأخذ. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم. يقول السائل: هل يجوز تفسير القرآن باللغة العربية؟ نعم، هذا وجه خامس ذكره بعض أهل العلم، أنه إذا لم يوجد في الأنواع الأربعة تفسير
للقرآن يرجع إلى اللغة التي نزل بها وهي لغة العرب. نعم. يقول السائل: ابن عم لي له دكان فيه بضاعة، فأراد أن يبيع البضاعة ويؤجر الدكان، فجاءه رجل ليشتري البضاعة، وجئته أنا لتأجير الدكان. اختلف ابن عمي مع هذا الرجل في الثمن، فطلب مني الرجل الشفاعة له حتى يشتريها بثمن أقل، فشفعت له، لكن الرجل كان يريد شراءها بثمن زهيد، فرفض ابن عمي بيعها له وعرضها علي، فوافقت بشرط أن يمهل الرجل 3 أيام لعله يشتريها حتى لا أتهم، فحصل ذلك ولكنه لم يشتريها فاشتريتها أنا، فهل هذا جائز لي؟ نعم، لا بأس في ذلك ما دامت معروضة للبيع، معروضة لمن يزيد، فيجوز أنك تزيد وتشتري، لا بأس في ذلك. نعم. يقول السائل: أحرمت بالعمرة من ذي الحليفة، وبعد أن اغتسلت وصليت 2 ركعتين وجاوزت الميقات تذكرت أني لم أقل لبيك اللهم عمرة، والآن انتهيت من عمرتي، فماذا علي؟ لا، ليس عليك شيء، عمرتك صحيحة إن شاء الله، لأن التلبية سنة، تلبية سنة، والإحرام بالقلب هو النية بالقلب، فإذا نويت الإحرام يكفي ولو لم تلبي، تلبية سنة فقط. نعم. يقول السائل: بعض الأشخاص يضعون حلقة نحاسية في إحدى أذانهم ويستعملونها كعلاج لآلام الظهر والمفاصل، فما حكم ذلك في الشرع، وهل تعتبر من التمائم؟ إذا كان الأطباء قرروا أن هذه المادة المعدنية اللي فيها علاجا لنوع من الأمراض فلا بأس بذلك، لأن قد يكون في بعض المعادن خاصية للعلاج. أما إن كان علقها من باب الشعوذة أو من باب الاعتقاد أنها تشفي فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه من تعليق الحلقة والخيط وما أشبه ذلك. نعم. يقول السائل: هل يعتبر تفسير الكشاف وتفسير الظلال من الكتب المعتمدة في التفسير؟ الكشاف للزمخشري فيه الاعتزال، مملوء من الاعتزال، ولكن فيه فوائد لطالب العلم، فطالب العلم المتمكن الذي يعرف مذهب المعتزلة عنده تمكن لا بأس أنه يستفيد، لأنه من ناحية اللغة والبلاغة هو جيد، لكن من ناحية العقيدة هو معتزلي، ومعتزلي متحمس أيضا، معتزلي متحمس ما هو بعادي، فربما أنه يضر طالب العلم المبتدي، وربما يقنع بكلامه، فلا يطلع عليه إلا من هو متمكن من العقيدة ومعرفة مذهب السلف. نعم. يقول السائل: اعتمرت أكثر من مرة ولم أحلق الرأس، وإنما أخذت من جوانبه بالمغص ولم أحلق حتى الآن، فماذا علي؟ ليس عليك شيء، القص هو التقصير، والله خير بين الحلقة والتقصير، قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولكن الحلق أفضل، الحلق أفضل، والتقصير مجزي، ولكن لا يكفي أنك تأخذ من بعض جوانب الرأس، بل تعمم الرأس من جميع الجوانب، ولا تترك جانبا منه ما لا تقصر منه، وما مضى يكفي، ولكن في المستقبل
تستقصي عند التقصير من جميع الرأس. نعم. يقول السائل: هل يجوز تقبيل المصحف؟ يفعله بعض الناس وليس عليه دليل إلا من بعض السلف. يذكر أن بعض السلف كان يقبل المصحف، ولكن هذا اجتهاد ولا دليل عليه. نعم. يقول السائل: ما هو أول علم يبدأ به طالب العلم؟ يبدأ بالمختصرات، يبدأ بالمختصرات من كل فن، مختصر في الفقه، مختصر في التوحيد، مختصر في النحو، مختصر في الأصول، فيبدأ بالمختصرات، مختصر في المصطلح علم الحديث، يبدأ بالمختصرات حفظا وقراءة على أهل العلم حتى يشرحوها له. نعم. يقول السائل: كثير من الناس ببلادي يخرجون زكاة الفطر مالا، وإذا أخرجوها طعاما فكثير جدا من الناس لا يقبلها، وإذا قبلها بعضهم يعطيها للحيوانات كالدجاج مثلا، فما هو العمل؟ العمل أنك تخرج الطعام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يأخذها يتصرف فيها. المهم أنك تدفعها، وإذا أخذها الفقير هو يتصرف فيها بكيفه. نعم. يقول السائل: الفقير له أنه يأكلها، وله أنه يبيعها، وله أنه ينتفع بها بأي وجه من الوجوه. نعم. يقول السائل: رجل عليه دين وله سيارة، هل يجوز لي دفع الزكاة له؟ إذا كان عليه دين مطالب به وليس عنده ما يسدد، إذا كان مطالبا بالدين وليس عنده ما يسدد، فتعطيه من الزكاة لأنه من الغارمين، والله جل وعلا ذكر الغارمين في مصارف الزكاة، وهم على قسمين: غارم لنفسه وهو المدين، وغارم لغيره وهو المتحمل لإصلاح ذات البين. نعم. يقول السائل: ألا يكفي في تعلم القرآن أن أتعلمه من أشرطة القراء؟ لا ما يكفي، لكن تستفيد من الأشرطة، تستفيد منها، لكن لا تعتمد عليها، لا بد من أخذ القرآن عن مقري مباشرة. نعم. يقول السائل: كيف نوفق بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع لكم معروفا فكافئوه، والقاعدة التي تقول: أن كل قرض جر نفعا فهو ربا؟ نعم، كل قرض جر نفعا مشروط إذا شرطه المقرض فهو ربا، أما إذا لم يشترط المقرض وأنت الذي أعطيته الزيادة تبرعا منك فلا بأس، هذا من حسن القضاء، هذا من حسن القضاء. فإذا كانت الزيادة مشروطة هذا ربا، إذا كانت ليست مشروطة وإنما تبرع بها المقترض عند الوفاء فهذا من حسن القضاء وليس ربا. نعم. يقول السائل: رجل كبير السن ومريض توقف في السعي عند المروة في الشوط الخامس وقص شعره، فما الحكم وهل تقبل هذه العمرة؟ يكمل، الحكم أنه ما كمل العمرة، يكمل الأشواط 7 ثم يقصر بعد ما يكمل الشوط 7. تقصيره الأول خطأ، فإذا فعل هذا كمل الأشواط 7 وقصر تمت عمرته. نعم. يقول السائل: كنت مارا بالسيارة فصدمت نصرانيا فقتلته والخطأ مني، فماذا علي؟ عليك الدية والكفارة، عليك الدية والكفارة إذا كان هذا النصراني معاهدا أو مستأمنا في بلاد المسلمين،
أو في بلاده وبين المسلمين وبينهم عهد، فعليك الكفارة. قال تعالى: وإن كان من قول بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. بينكم وبينهم ميثاق، يعني الكفار. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تتزين عند خروجها للأعراس والحفلات والاجتماعات النسوية؟ لا يجوز للمرأة أن تتزين عند الخروج من بيتها، بل تخرج متسترة ومتحجبة تاركة للطيب إذا كانت ستمر من عند الرجال. أما إذا كانت ما تمر من عند الرجال وإنما في مجتمع نساء ولا تمر من عند الرجال، فلا بأس أن تتجمل وتتزين بما جرت به العادة، من غير إسراف ومن غير تساهل في الستر والحجاب. نعم. يقول السائل: امرأة أرضعت فتاة رضعة غير مشبعة بشهادة المرضعة، فهل لابن هذه المرضعة أن يتزوج هذه الفتاة؟ لا، ما دام رضعت من أمه فليس له أن يتزوجها، لأنها تغذت بلبن أمه. والرضعات ليست المشبعة، رضعات المصات، كل مصة تمص الثدي ويخرج لبن هذه رضعة، فإذا عادت مصته ثانية وخرج لبن ولو يسير هذه رضعة ثانية، وهكذا. نعم. يقول السائل: كيف يعاد المال المسروق علما أن إعادته لأهله يترتب عليها ضرر كبير؟ لا بد من إعادته إلى أهله بالطريقة التي ليس فيها ضرر، فإذا كان الضرر أشد ولا تتمكن من إيصال المال إلا بضرر أشد، فعليك التوبة إلى الله والتخلص من هذا المال على نية أن الأجر لصاحبه، للصدقة، تصدق به. نعم. يقول السائل: أنا شاب أصرف على أهلي أنا وأخي، علما بأنني أعمل في وظيفة حلال وأخي يعمل في محل بيع الأغاني، فهل يجوز أن نجمع المال ونصرف عليهم منه؟ لا، أنصح أخاك في ترك هذا المحل وطلب الرزق في غيره، ولا تنفقوا من كسب الأغاني أو بيع الأغاني، لا تنفقوا من ذلك لأنه كسب خبيث، لكن انصح أخاك في أن يطلب الرزق في غير هذا المجال هذا. نعم. يقول السائل: مات الوالد وترك ذهبا، قام أحد أولاده بتقويم الذهب في السوق ودفع إلى كل واحد من الورثة نصيبه من المال، فرفض الورثة المال وطلبوا منه توزيع الذهب، فما هو الصواب؟ نعم. يقول: مات الوالد وترك ذهبا، قام أحد أولاده بتقويم الذهب في السوق ودفع إلى كل واحد من الورثة نصيبه من المال، فرفض الورثة المال وطلبوا منه توزيع الذهب، فما هو الصواب؟ نعم، هذا هو الصواب، أنه يوزع الذهب، وليس من حقه أنه يتصرف في التركة وفي أموال الناس بغير إذنهم، يوزع الذهب كل يأخذ نصيبه منه، والذي يرضى بأخذ القيمة يأخذ القيمة، والذي يقول لا أنا بأخذ ذهب يعطى نصيبه من الذهب. نعم. يقول السائل: شخص يعمل في البحر ويغوص ليصطاد السمك، هل له أن يغوص في نهار رمضان مع العلم أنه قد يشرب بعض الماء من البحر بطريقة لا إرادية؟ لا مانع أن الصائم يغوص في الماء للتبرد أو لطلب الرزق، لا مانع من ذلك، ولا يتعمد، ما يتعمد بلع الماء،
وإذا دخل الماء من غير تعمد، دخل إلى جوفه من غير تعمد، هذا لا يضر. نعم. يقول السائل: إذا مر الإمام بآية رحمة أو عذاب، فهل يجوز له أن يسأل ويتعوذ؟ هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لكن هذا في صلاة النافلة وليس في صلاة الفريضة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، صلاة النافلة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وهو يصلي وحده ليس إماما، لأنه إذا كان إمام يشق على المأمومين ويطيل عليهم، إذا كان يصلي نافلة ويصلي وحده فإنه يقف ويسأل عند آيات الرحمة، ويقف ويستعيذ عند ذكر آيات العذاب، عند تلاوة آيات العذاب، لأنه لا يشق على أحد، إنما يصلي هو لنفسه. نعم. أما الإمام فيراعي أحوال المأمومين ولا يشق عليهم. نعم. يقول السائل: رجل أتى زوجته في نهار رمضان أكثر من مرة، فماذا عليه؟ عليه في كل مرة كفارة، وعليه قضاء الأيام التي جامع فيها، وعليه التوبة إلى الله عز وجل. عليه ثلاثة أمور: أولا التوبة إلى الله عز وجل لأنه فعل محرما وكبيرة من كبائر الذنوب، إلا إذا كان مسافرا ومعذورا بالإفطار، أما إذا كان مقيما فإنه فعل محرما كبيرة من كبائر الذنوب، فعليه التوبة إلى الله، وعليه قضاء الأيام، وعليه عن كل مرة من مرات الجماع كفارة، وهي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. أما العتق، العتق هو في الدرجة الأولى لكنه غير موجود الآن، فيبقى الصيام أو الإطعام. نعم. يقول السائل: حصل معي قبل سنة حادث سير، حيث صدمت بسيارتي سيارة أخرى، وعند التحقيق المرور في الحادث تبين أن الخطأ على السيارة الثانية، ومات سائق السيارة بعد نصف ساعة من الحادث، وأنا لم يترتب علي خطأ إلا أنني كنت مسرعا قليلا عندما حصل الحادث، ولم تذكر السرعة في الموضوع، ورفض أهل المتوفى الإصلاح، وأنا الآن في حيرة، فما نصيحتكم وماذا يترتب علي أن أفعل؟ هذه قضية تكون عند المحكمة الشرعية النظر فيها، هذا يحتاج إلى معرفة طبيعة الحادث، هل المسؤولية على الاثنين أو على واحد منهما، فهذا يحتاج إلى نظر في القضية، ولا يستطيع النظر فيها إلا القاضي في المحكمة. نعم. يقول السائل: لدينا مسجد يفصل بينه وبين المقبرة سور مشترك، فهل يجوز لنا الصلاة في ذاك المسجد؟ إذا كان المقبرة مفصولة عن المسجد بطريق أو أرض فضاء، إذا كان القبور أو القبر مفصولة عن المسجد فصلا تاما بطريق يمر الناس معه أو بأرض فضاء، فلا حرج في ذلك، لأن المسجد صار خاليا من القبر. نعم. يقول السائل: هل الرجوع إلى علماء أهل السنة والجماعة يعتبر من التقليد؟ ما يعتبر من التقليد، يعتبر من الرجوع إلى أهل العلم. الله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيعتبر من سؤال أهل العلم لمن لا يعرف، ويعتبر من الاتباع والاقتداء، وليس هو من التقليد، من الاتباع والاقتداء. نعم. يقول السائل:
يوجد معهد لتكوين الأئمة، وأثناء التكوين يفرضون علينا بعض البدع يوميا، فهل يجوز لنا التسجيل في هذا المعهد؟ ما ندري ما هي هذه البدع، ربما أنك تظن أنها بدع وهي ليست كذا، ما ندري، لازم تبين ما هي. نعم. يقول السائل: رجل عنده دار، رجل له منزل يؤجره، وفي نيته إذا ربح بعض المكسب أن يبيعه بعد ذلك، وقد حال عليه الحول، فهل يخرج الزكاة على قيمة الإيجار وعلى قيمة المنزل؟ إذا نوى بيع المنزل، إذا نوى بيع المنزل وأجره ينتظر من يأتي لاشترائه، فإنه يجب عليه تزكية الأجرة وتزكية المنزل، لأنه أصبح سلعة تجارية معروضة للبيع، فيزكي الاثنين، الأجرة وقيمة المنزل. نعم، يكفي. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.